نعم، شكرا لك زميلي سلمان. نعم، أيضا أود أن أضيف بالنسبة لحديث معالي وزير التجارة، أيضا المملكة اليوم تشهد نقلة غير مسبوقة في قطاع أو تحديدا في مجال التجارة الإلكترونية والتطبيقات التجارية. رأينا الكثير من رواد الأعمال من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة يتجهون بشكل عام إلى نمط جديد من أنماط التجارة، أقل في التكلفة، أيضا أكثر فعالية من ناحية التطبيقات التجارية. طبعا هذا النمط هو نمط ليس فقط تحذوه المملكة، بل هو نمط عالمي، وهذا النمط أيضا أصبح لدى المستثمر السعودي، ومن ناحية صغار المستثمرين أو حتى على كبار المستثمرين أصبح لديهم وعي بأهمية وجود تطبيق إلكتروني يدعم هذه المنشأة التجارية، أو ممكن أصلا المنشأة التجارية بحد ذاتها تكون هي عبارة عن مجرد تطبيق إلكتروني. من خلال هذا اللقاء تحديدا ونتحدث حول التجارة الإلكترونية، ينضم معي في هذا اللقاء المباشر الأستاذ ريان زاهد، وهو الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة مايكروسوفت العربية. حياك الله أستاذ ريان. اليوم يعني نتحدث عن نمط مختلف جدا، بحكم أنه نتحدث معك كمايكروسوفت، نمط مختلف من أنماط التجارة. اليوم في قمة قادة التجزئة نتحدث عن التجارة الإلكترونية، قد نرى شركة بحد ذاتها هي عبارة عن تطبيق في هاتفك المحمول، منشآت تجارية صغيرة متوسطة تعتمد بشكل كبير على التطبيقات. اليوم هذا النمط المختلف من التطبيقات كيف أثر من وجهة نظركم أنتم في مايكروسوفت على الشكل العام للتجارة والشكل التقليدي للتجارة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية. أكيد طبعا اليوم نشوف التطور اللي قاعد بيصير عالميا في جميع المجالات. مجال التجزئة تحديدا يعتبر هو الشريحة الأساسية لاقتصاد أي بلد، واليوم في ظل رؤية 2030 احنا الرؤية فيها اعتماد كبير على التحول من الدخل النفطي إلى الدخل الغير نفطي. قطاع التجزئة حيلعب دور كبير في هذا المجال. عدم مواكبة التطور اللي قاعد بيصير زي ما تفضلت عالميا والتوجه إلى التجارة الإلكترونية حيكون له أثر كبير جدا في هذا الموضوع. فبالتالي نجد عالميا شركات كثير أغلقت محلاتها زي ما تقول الفيزيكال ستور أو المحلات التقليدية، نعم قفلت المحلات التقليدية وانتقلت إلى التجارة الإلكترونية. طبعا هذا بيعتمد على حسب القطاع، ما نقول نعم على حسب النشاط اللي في قطاع التجزئة، ولكن التوجه العام هو التوجه إلى التجارة الإلكترونية والتوجه والاعتماد على الهواتف المحمولة أو التطبيقات الإلكترونية. بالنسبة لمايكروسوفت تحديدا، يعني ماذا قدمت من خدمات للتجارة الإلكترونية من ناحية تطبيقات تدعمها أو تطبيقات مثلا تشرف عليها من الناحية الأمنية أو السايبر سيكوريتي يعني في هذا المجال؟ طبعا رسالتنا في مايكروسوفت هي تمكين جميع المؤسسات والأفراد. جزء من هذا التمكين هي توفير المنصات الملائمة للشركات سواء كان الناشئة أو الصغيرة أو الكبيرة، إنها تتحول تكون عندها القدرة لمواكبة التحول الرقمي والتحول إلى التجارة الإلكترونية. فإحنا اللي قاعدين بنسويه اليوم، تواجدنا اليوم هنا هو جزء من رسالتنا في هذا المجال. قطاع التجزئة هو أحد القطاعات اللي نهتم فيها بشكل كبير جدا في الشركة. تقديمنا للحلول التقنية اللي تساعد هذه الشركات هو الأساس اللي إحنا نشتغل عليه. تواجدنا اليوم التزاما للمملكة العربية السعودية خلال أكثر من 20 سنة، حوالي ربع قرن احنا موجودين هنا، هدفنا دعم وتنمية البلد من الناحية الإلكترونية. اليوم احنا في ظل طفرة الثورة الصناعية الرابعة، التحول الرقمي هو الأساس لهذه الثورة، فبالتالي نجد الدور أساسي في توفير، هدفنا هو توفير المهن، عفوا توفير المنصات التقنية اللي تلائم وتكون سكيور أو آمنة بنفس الوقت للشركات وللأفراد لاستخدامها. أستاذ ريان زاهد شكرا جزيلا لك. الله يعطيك العافية، شكرا لك. مشاهدينا الكرام، هذا كان حديث الأستاذ ريان زاهد الرئيس التنفيذي للعمليات بمايكروسوفت العربية. تحدثنا بشكل مفصل حول أهمية التجارة الإلكترونية، أيضا خدمات التطبيقات التي توفرها مايكروسوفت. أعود الآن بالصوت والصورة إليك زميلي سلمان في استوديو أموال ومسارات.